بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشيخ الأخضر رحمه الله تعالى في مختصره: ويتوب إلى الله تعالى قبل أن يسخط عليه. ذكرنا أن التوبة واجبة بنص الكتاب والسنة، بل ونقل العلماء الإجماع على ذلك وعلى وجوبها فورا، ولا يجوز تأخيرها، ويعد تأخير التوبة من الذنب الذي ارتكب يعد معصية وإثما. ومن نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن سهل عليها في قضية التوبة لا على ما كان عليه الأمم السابقة، فإن توبة الأمم السابقة كان فيها عليهم الآثار، وهي آثار قد وضعت عنا. وجاء في الأمم السابقة أن توبة أحدهم كانت، أو مما كان في توبة أحدهم قتل نفسه، أن يقتل نفسه. نعم. قال بعد ذلك: كذلك كانت آثار عليهم كثيرة، خفف الله عز وجل فيها على هذه الأمة، فهذه من نعم الله تبارك وتعالى علينا، مثل إزالة النجاسة من الثوب وغيره، فكانت تقرض بالمقاريض فيمن سبق، وفي هذه الأمة تزال بالماء، فهذا فضل من الله تعالى. قال: وشروط التوبة الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كانت متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. هذه شروط التوبة لا تصح إلا بها، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الثلاث: الأول الندم على ما فات، أن يندم على ما فات. وقد جاء في بعض الأحاديث صحابة بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. والثاني النية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره. ثاني العزم على أن لا يرجع إلى هذه المعصية وغيرها. والثالث أن يترك المعصية في ساعتها إن كانت متلبسا بها. ترك المعصية أن يتركها إن كان متلبسا بها. نعم. ومنهم من يذكر شروط التوبة الثلاث: الندم، والعزم على أن لا يرجع، والاستغفار منها. فالعزم على أن لا يرجع يدخل فيها إن كان متلبسا بها أن يتركها فورا، فهذا من التوبة. بقي أمرا رابعا، وهو رد المظالم لأهلها. وهنا لم يذكره ولم يشر إليه، وقد أشار إليه صاحب الرسالة، وأن من التوبة رد المظالم، فيعد ركنا رابعا من أركان التوبة إذا كان الحق فيما بينك وبين العباد، لا فيما بينك وبين الله. نعم. فهذا من تمام التوبة، أن يرد المظالم. التوبة من العمل المخالف للشرع أو من المعصية تكون من أمرين: إما عمل
أو معصية هي في حق الله أو في حق العبد، في حق الله أو في حق العبد. إذا كانت في حق الله عز وجل فهي ترجع إما إلى الأوامر وإما إلى النواهي، إما إلى الأوامر وإما إلى النواهي. فأما النواهي فينتهي عن فعلها ويتركها، ينتهي عن فعلها ويتركها. وأما الأوامر، وأما الأوامر فهي على قسمين، منها ما يطالب بقضائه، ومنها ما لا يلزمه قضاؤه. فهذا في حق الله عز وجل أوامر ونواهي. النواهي تترك، ما نهيتكم عنه اجتنبوه. الأوامر على قسمين، منها ما يؤمر بقضائه ومنها ما لا يؤمر بقضائه. فمما يؤمر بقضائه تفويت الصلوات على من يقول أنه يقضي ما تركه. وما لا يجب قضاؤه أنواع البر مع والديه أو أهله أو جيرانه، إن كانت ترك تلك الأوامر فنقول يتوب إلى الله عز وجل ويأتي بها مستقبلا، وما فاته فقد فات، يتوب إلى الله عز وجل منها ويستغفر ويتضرع إلى الله عز وجل أن يتجاوز عنه. فهذا الأوامر والنواهي. أما القسم الثاني من أقسام التوبة فهو ما يتعلق بحق الآدمي، نعم بحق الآدمي. ما يتعلق بحق الآدمي على قسمين، قسم مالي وقسم بدني. فأما التوبة مما يتعلق بقسم المالي أن يرد المال إلى صاحبه أو إلى ورثته، فإن لم يكن تصدق به عليه. إنسان غصب مالا أو سرق أو راب أخذ الزيادة أو غش أو دلس أو غبن، أخذ مال غيره بالحرام بغير طريق المشروع، فماذا يفعل؟ يرد المال لصاحبه ويبحث عنه ولو أتى ذلك على جميع ماله. فإن لم يجد صاحبه رد المال إلى أين؟ إلى الورثة، هم أحق به. فصاحب المال أحق به، صاحب المال أحق به. لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس. وبعد عدم انعدام الرجل أو عدم وجوده من أحق بماله؟ ورثته. قال عليه الصلاة والسلام أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ قال كلنا مالنا أحب إليه من مال ورثته. قال فمالك ما قدمت مال ورثة ما أخر. فهذا الذي يؤخره الشخص، من هو أحق به؟ الورثة، أحق به الورثة. وهذا يدل على أدلة كثيرة. الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال تصدقت على أمي بكذا، ها؟ ثم إنها ماتت، فقال قبل، يعني تقبل الله صدقتك وهو رد عليك بالميراث، صار إليه بالميراث لما توفيت أمه، فينتقل إلى الورث. إذا لم يجد لا صاحب المال ولا الوارث ماذا يفعل؟ يتصدق به عليه بنية كونه على من؟ على صاحبه، نعم على صاحبه. إن كان هو من أهل الحاجة، إن كان هو من أهل الحاجة جاز أن يأخذ شيئا ليتمعش به، يتمعش به لأنه من جملة المحتاجين، وهذا المال يتصدق به فيتصدق وله أن يأخذ جزء، وهذا ذكره بعض أهل العلم. التوبة من حق الآدمي في قسم البدني، ما يتعلق بالبدن، ما يتعلق بالبدن، وهذا على قسمين، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. فالمعنوي ما يتعلق بالأعراض، اغتابه، نم له، نم عليه،
شتمه سبه فعل شيء يقدح في حرمته وتقديره وغير ذلك. فالتوبة منه إضافة إلى الشروط السابقة أن يتحلل من صاحبه إن وجده، أن يتحلل، وذلك بأن يخبره ما الذي وقع. إن علم تيقن أو غلب على الظن أنه لا يحدث نفرة بينه وبينه. أما إن غلب على الظن أنه يحدث بينه وبينه نفرة أو تيقن أو استوى الأمران فلا يخبره، وإنما يكثر له من الدعاء وفعل الحسنات والدعاء الكثير، ويذكره حيث ذمه بما يمدحه مما فيه، ويبين فضله حيث استنقص من قدره. هذا فيما يتعلق بالبدن وكان معنويا. أما ما يتعلق بالبدن وكان حسيا فهو على قسمين، إما أن يكون جرحا أو قتلا، الجراح أو القتل. فالجراح ما كان يقتص منه فإنه يستسلم لذلك، وما كان ماليا فيعطيه للمجني عليه أو لوراثته على ما تقدم في المال، لأن الجراح عشرة أقسام، عشرة أقسام، منها ما يمكن الاقتصاص، ها، كلطمه يلطمه، دفعه يدفع، رفسه بالجلي يرفسه، ونحو ذلك. ومنها ما لا يمكن لأنها لا تضبط، كان يكون ضربه بموسى في بطنه أو جهة قلبه لكن لم يؤثر فيه قتلا فلا يمكن أن يفعل نفسه، فهذه على عشرة أقسام، على عشرة أقسام. منها أقسام خفيفة لا تلزم فيها إلا الحكومة. ما معنى الحكومة؟ أي التقدير، يقدر فيها الحاكم الفقيه العدل. كيف يقدر؟ يقدر، قديما كانوا يقدرون في العبد، العبد سليم من تلك الجرح كم ماله، وإذا به ذاك الجرح كم ماله، الفارق يعطاه، الفارق يعطى. واضح؟ الآن نستطيع أن نقدم شيء آخر، إذا كان هذا الأثر يمنعه من العمل فمنعه من العمل كم يوم، كم مردوده، يعطيه ذاك مردود. أو إذا كان يمنعه من العمل في مؤسسته وشركته فيقدر عدد الأيام ويعطيه إياه، يعطيه إياه ولو كانت المؤسسة تدفع له لأنه المتسبب. أما الأخرى الجراح التي ليس فيها حكومة، هذا هو من هذا القبيل، وجراح أخرى فيها دية معينة، خمسة من الإبل وعشرة وخمستاش من الإبل وثلث الدية يعني 33 من الإبل، هذه على أنواع، الباضعة والدامغة والسمحاق وغيرها أنواع. وأما القتل إذا كان الاعتداء بالقتل، حق آدم يتعلق بالبدن حسي هو قتل، فهو على قسمين، الخطأ والعمد وشبه العمد. فالتوبة من الخطأ أن يقدم كفارة قتل الخطأ، وشبه العمد كفارة شبه العمد فهي دية مغلظة أو كالخطأ. وأما قتل العمد فإما أن يقتص منه أهل الميت إن منعوا ورفضوا العفو، أو إن عفوا قدم الدية المغلظة 40 من الإبل في بطنها
ماذا؟ حملها في بطنها حملها. فهذا تفصيل التوبة من حق الآدمي، تفصيل التوبة من حق الآدمي. نعم. قبل؟ إيش هو؟ هذا شرطها الزمني، هذا شرطها الزمني، شرط الزمني يكون قبل الغرغرة أو قبل طلوع الشمس. أي نعم، هذا سيأتي في قوله، سيأتي. وأن يترك المعصية في ساعتها إن كانت متلبسا بها. قوله ولا يحل أن يؤخر التوبة، هذا فيه إشارة إلى هذه الشروط، فلا تجوز التوبة، لا يجوز تأخير التوبة. وشرط التوبة أن يكون قبل الغلغلة وقبل طلوع الشمس مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله فتح بابا جهة المشرق، باب التوبة جهة المشرق، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، وهذا قول باطل، أن يقول حتى يهديني، وكأن الله عز وجل لا يريد هدايته، قد هداه الله، بين له وأرشده ودلله على طريق الحق. وأما الأخرى هي دلالة التوفيق والإلهام والإلهام والإعانة، فهذه فضل الله عز وجل، وليس للعبد أن ينتظرها، وقد بين له طريق الحق وأرشده وأمره، فلا بد أن يلتزم بهذا الطريق، لا بد أن يلتزم بهذا الطريق، فليس له أن يقول حتى يهدي. فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة، أشك ولا ريب، هذا علامة على الخذلان والشقاء وطمس البصيرة عياذا بالله تعالى. نعم، فهذا ما يقال في مسألة شروط التوبة. نعم، كيف؟ ها؟ هذا في الأمم السابقة، ليس في الأمة، هذا ذكره في الأمم السابقة من قبل أن يأتيكم العذاب. تفضل، هذا الأمم السابقة. ها؟ الآية. ها؟ إيه؟ إيه؟ قبل هنا خلاص، ليس معاينة العذاب، ليس المقصود هذا، هذا المقصود قيامة، يوم القيامة. أما معاينة العذاب هذا في الأمم السابقة، وأما في هذه الشريعة فما لا يوجد إلا الغرغرة أو طلوع الشمس المغربية، واضح؟ لأن الله تعالى حفظ هذه الأمة من تعجيل العقاب، العقوبة لها والعذاب، أخرها إلى يوم الدين. وأما الأمم السابقة فكان لهم حد من قبل أن يأتيكم العذاب. قال تعالى فما كان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، لما رأوا العذاب، بخلاف هذه الأمة فتوبتها بابها مفتوح، ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من مغربها. وما ذكره العلماء حقيقة قبل معاينة العذاب، هذا في حق من؟ في حق الأمم السابقة. والآية في هذا صريحة، هل ينظر إلى أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، هذا طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث، وكذلك ما لم تغرغر النفس. أما إذا تاب قبل ذلك ورجع فإن ذلك الباب قد وقع، أو هذا التوبة وقعت في وقتها. إلا قوم يونس لما آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي. نعم نعم.
لأن نكتفي بهذا لأن الوقت ضيق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعتذر لأني شوية مشغول.